رجل ذبح ووزع ذبيحته على أقربائه مع العلم أنه تارك للصلاة، فهل تؤكل ذبيحته؟ رجل وزع لأقاربه ذبيحة ذبحها مع أنه تارك للصلاة، فهل يأكلون من هذه لا الذبيحة؟ تحل ذبيحته، اللي يترك الصلاة لا تحل ذبيحته، بناء على القول الصحيح أنه يكفر، والكافر لا تحل ذبيحته. فإذا تأكدوا أنه ما يصلي أبدا لا مع الجماعة ولا في المسجد، لا مع الجماعة ولا في بيته، يترك الصلاة نهائيا فلا يأكل من ذبيحته. نعم.